بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم في هذا المساء الجميع باسم إخواني المعلقين جميعا الذين تواصلوا بالوصف والتعليق في المهرجان الغالي على قلوب الجميع في آخر أيامه، في أول أيام هذا العام 2024، وأول السيوف التي تسجل بالتاريخ وتبدأ صفحاتها. من يكون السعيد؟ من يكون البطل المنتزع لسيفي ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سمو المكارم، سمو المراجل السمو والنعم والكفو أبو راشد يحفظه الله أينما كان. أبدأ مع حضراتكم ياهي معركة، ياهي معركة، والله هم دخن منذ البداية مولع في المرموم في دانة الدنيا دبي. عالية 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 المقام، عالية المقام، المسيطرة على المركز الأول عالية مع محمد بن علي بن حماد الشامسي، يقدم لنا عالية على المستوى الأول. يتقدم هادي بن عبصان المنصوري في عملية التضمير المركز الثاني، وشعارك يا الشقي القادم مع المركز الثاني. يقدم لنا شعاره مع شواهين حمدان بن سعيد بن يابر، يقدم لنا شعاره ويتقدم مع شواهين المنطلقة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث القادمة بشعار الواثق، القادم بكل قوة، القادم بتاريخه، القادم بإنجازاته، يقدم لنا فبركة مع المركز الثالث. يتقدم الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ويقود المعركة اليوم. بو راشد محمد بن راشد بن غدير قاد معارك كثيرة وفاز وانتصر بها كيف ولا، وعضيده علي بن راشد وسالم بن راشد. يقدم لنا فبركة، سألوا عن غياب هذا الشعار فقدم لنا قبل قليل، قدم قبل قليل الزواري الزواري الزواري. أصحابنا ما تغيرهم ظروف الليال، حنا نعرف الليال ونعرف أصحابنا. مرحبا يا مرغم وشعارهم. بينما المركز الرابع القادم بن حماد وتاريخه، بن حماد وأرقامه، بن حماد وبطولاته، يتقدم مع المركز الرابع مع الوارية، ويقدم لنا الوارية محمد بن علي بن حماد الشامسي مع هادب بن عفصان. ولكن القادمة الواصلة أوصل الطموح، أوصل الطموح، وطموحها الفوز، طموحها السيف، سيفي فزاع يا الشقي، يا مالك طموح، يا مالك زعزعة، يا مالك الرموز، يا مالك الذهب. كم من ذهب في رصيده وكم انجاز في تاريخه، ولكن من القادم؟ من الواصل؟ مرحبا يا السيف البتار، يقدم لنا الظبي القادمة بكل قوة. ومانع بن علي بن حماد الشامسي، يقدم لنا الظبي ومن قدم الكثير، علو بن سعيد الزرعي يحارب من اجل معركته، ما زال يقاتل من اجل السيف، السيف المنتظر، السيف المنتظر من جماهيرك يا بن حماد. هكذا متابعينا،
الأسماء القادمة والمتسللة والواصلة. أتابع وأراقب شعار بن حمود يتحرك مع جيان القادمة، جيان حمد بن غانم بن حمود الظاهري يقدم لنا جيان قادم بن حمود بكل قوة بكل قوته مع شعاره أيضا. بن حماد يتحرك مع المركز السابع ويقدم لنا شعاره. مانع بن علي بن حماد الشامسي يقدم لنا شعاره مع علي بن سعيد الزرعي. من القادمة؟ من الواصلة؟ مرحبا يا زعزعة، مرحبا يا زعزعة والشقي حمدان بن سعيد بن يابر. وقف بن يابر ويردد الصفوف الأخيرة، ما هي بصفي أنا من وين ما وقف يبتدي العد. مرحبا بعدد وبدون حد، مرحبا يا شقي. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الصراع، إلى النزاع. ألوه يا مرغم، ألوه، ألوه يا أبو راشد، ألوه، ألوه يا محمد، ألوه. نغمة الانتصارات يا الدينامو، يا الحميدي، يا بن سالم، يا العمري، يا أبو سلطان. هذا الشعار في تاريخه وفي رصيده، في رصيده ثلاثة سيوف تسجل في مهرجان سمو سيدي ولي عهد دبي فقط. ولا في السيوف، ولا في التاريخ، ولا في الإنجازات. الواثق يتعب التاريخ، يتعب التاريخ. زعزع مع المركز الثاني. القادمة زعزعة مع المركز الثاني، يقدم لنا زعزعة باستقراره، بقوته، بأمنه، بأمانه. الشقي حمدان بن سعيد بن يابر بشقاوة حمدان وبذكاء محمد بن سعيد بن يابر. ما شاء الله عليهم وحواليهم يتحركون مع زعزعة، مع زعزعة على خطى الشقي الأكبر سعيد بن يابر. وصلكم 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 بشعاره الجميل بالأصفر الجميل. المركز الثالث، المركز الثالث. القادمة الضبي، الضبي. مانع بن علي بن حماد الشامسي يقدم لنا الضبي، وعلي بن سعيد الزرعي. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى فبركة، إلى فبركة، إلى التاريخ، إلى التاريخ، إلى الواثق، إلى حمد بن راشد بن حمد بن غدير. من يقدم لنا فبركة؟ الحميدي، الحميدي، الحميدي. وين السيف؟ سيف فزاع، سيف ولي عهد دبي يتحرك من غدير. والترشيحات انصبت على زعزعة، على زعزعة. حمدان بن سعيد بن يابر القادم بذكريات حظ، القادم بذكريات زعبيل، القادم بذكريات القفاي. وعامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي يقدم لنا زعزعة على خطى حربة. إلى زعبيل، إلى زعبيل، إلى زعبيل، إلى زعبيل. أهل اللقاية وأهل الحيل يقود معركتهم. حمدان بن سعيد بن يابر 1600 وفبركة مع المركز الثاني. يقدم لنا فبركة الواثق حمد بن راشد بن غدير. وتكتك محمد تكتكة، تكتك محمد تكتكة من أجل السيف. من القادمة مع المركز الثالث؟ جيان، جيان، جيان بن حمودة مع المركز الثالث. رابعا بن غدير، وخامسا حمدان بن سعيد بن يابر. العودة إلى فبركة، إلى زعزعة. 1200 ما بين فبركة، ما بين زعزعة. الشقي حمدان، الشقي حمدان بن سعيد بن يابر. يا له من سيف، يا له من سيف، سيف فزاع، سيف فزاع. مع الكيلو الأخير، مع الكيلو الخطير. جيان هي القادمة،
جيان هي الواصلة، وحمد بن غانم بن حمودة الظاهري أتاهم من حيث لا يعلمون. يقدم جيان، يقدم جيان، الله يا بن حمودة، ما بين زعزعة ما بين جيان، جيان وزعزعة، جيان وزعزعة، بن حمودة بن حمودة فاجأ الجميع. يقدم جيان وحمد بن غانم بن حمودة، الله على جيان، الله على جيان، وطموح قادمة. حمدان بن سعيد بن يابر يقدم طموح، ولكن جيان وحمد بن غانم بن حمودة الظاهري طموح واصلة، طموح واصلة. الشقي، الشقي يقدم طموح، اشغلهم بزعزعة وقادهم بطموح. ما بين جيان ما بين طموح، بن حمودة بن حمودة، الشقي الشقي الشقي، حمدان ومحمد ابناء سعيد بن يابر كبار المواقف، تطلب الصارم البتار وباقي المواقف، يختم السيف جنبية افاخر وماري وتباها ودمي حار، واشوف الجبل مركاي والارض زولية، ما زال مصرا ان يبدا من القمة. حمدان بن سعيد سجل يا تاريخ عام 2024، لا ينتهي عام ويبدا عام. وسعيد بن يابر على ذروة السنام، في كل مجد، في كل قمة، في كل تاريخ. هذا الشقي طموح، 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 طموح. حمدان بن سعيد بن يابر، أهالي زعبيل انتزعوا السيف. يا سلامي عليك يا الشقي، لكل من يبدأ مهمة جديدة في حياته فلتكن بدايته كبداية الشقي، وكما يفعل من المشتريات، من البطولات، من الإنجازات. زعبيل، 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 وحمدان بن سعيد بن يابر. مشكور يا شقي، ومشكور يا عامر. مبارك ولا عامر؟ هو عامر وهو مبارك وهو كله كله خير. تهانينا له على هذا الفوز المضمر الذي رافقه عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي. هكذا متابعينا في كل مكان، 12 دقيقة وسبعة وعشرين وتسعة أجزاء من الثانية، أفضل توقيت وأفضل مالك وأفضل شعار وأفضل أبطال وأفضل إخوان. ما شاء الله تبارك الرحمن. الشقي سعيد بن يابر، والشقي الذي لا يهدى، حمدان بن سعيد بن يابر، ومحمد بن سعيد بن يابر، وكل محب لهذا الشعار. السيف الأول في عام 2024، جيان لو كان فيه ألف لأصبحت جيانة أول مولودة لي في التاريخ. جيان ب 12 دقيقة وتسعة وعشرين بدون أجزاء من الثانية. تهانينا لك يا ابن حمودة على هذا الفوز. حمد بن غانم بن حمودة ظهر ظهور الكبار، لأنه كبير وبطل ويستحق. المركز الثالث 12 دقيقة 32 وثلاث أجزاء من الثانية، شهب مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. آخر الأشواط وآخر أجزاء من الثانية تحمل الرقم 3. شكرا لمن يحمل الرقم 3. شكرا الزميل نايف بن سعود البلوي وكل الزملاء الذين شاركوا في حفل هذا المساء، حفل الختام، حفل انطلاق ونهاية هذا المهرجان، مهرجان سيدي